السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير يا مصر، ومساء الخير يا بلادنا، مساء الخير يا ولادنا، مساء الخير على ناسنا الطيبين. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع هام جدا وحيوي جدا، وممكن يكون بيمس مجالات كتيرة جدا في حياتنا. موضوع حلقتنا النهاردة عن الهندسة الطبية ودورها في حياتنا، ومش بس في حياتنا، لا ده دورها في مواجهة ومكافحة فيروس كورونا. معي في هذه الحلقة ويشرفني مهندس خالد ثابت. أهلا وسهلا بحضرتك مهندس خالد ثابت، ليس فقط في المجال الطبي وإنما هو كاتب وأديب ومبدع، وفي المجال الهندسة الطبية له أفكاره المبدعة أيضا، وله مشاريعه اللي بيشرف عليها. فهو حاصل على دبلوم الدراسات العليا من جامعة جورج تاون يعني في إدارة المشروعات، وبالتالي فإن إحنا قدام موضوع مهم وشخصية إبداعية، وأيضا شخصية في مجال الهندسة الطبية لها أفكارها المختلفة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. هنتكلم النهاردة عن الهندسة الطبية. الهندسة الطبية كما تعلم حضرتك هي هندسة قديمة وليست حديثة علينا، ولكنها قديمة. يعني مثلا أول مومياء فرعونية لقوا فيها إصبع، كان إصبع مركب من الخشب اصطناعي، وأيضا مجالات كتيرة قديمة اشتغلت عليها الهندسة الطبية دون مصطلح هندسة طبية. حضرتك لو جيت سألتك يعني إيه هندسة طبية، نوصلها معلومة للناس، يعني إيه هندسة طبية؟ هو الحقيقة قبل ما أجاوب حابب بس يعني أقول إن كانت لفتة ذكية جدا من حضرتك إنك شايفة إن الهندسة الطبية قديمة، لأن هي لو إحنا بنتكلم عليها من المنظور الأكاديمي والحياة المعاصرة، فالهندسة الطبية حاجة جديدة، المفروض إن هي تكاد تكون من أصغر التخصصات الأكاديمية في الهندسة عمرا، يعني إحنا الدنيا صغيرة قوي سنا، لكن هي كتطبيق هي قديمة جدا زي ما حضرتك تفضلتي قلتي. هندسة طبية ممكن نعرفها من خلال التعريف الشائع الشهير، يعني إن هي الهندسة اللي بتتداول أو بتتناول التطبيقات الهندسية في المجال الطبي. بتعمل أجهزة تعالج بها العيانين، بتعمل أجهزة تدعم بها حياة العيانين، بتعمل أجهزة للإنقاذ، بتعمل مستشفيات، بتعمل منظومات لاستخدام كل الحاجات اللي أنا حكيت عليها دي. ده تعريف شهير معروف، لكن الحقيقة أنا يهمني أشير لأنه في شكل أقدم وأكثر رحابة لموضوع الهندسة الطبية. الهندسة الطبية الحقيقة ما هياش تخصص قد ما هي وجهة نظر أو طريقة تناول للهندسة في مجالات حيوية، حيوية بمعنى أنها بتحتك بالكائن الحي المباشر ده الظاهر قدامنا زي الإنسان مثلا أو زي الحيوان على فكرة. يعني الهندسة الطبية مش بس شغلتها أنها تعمل أجهزة للإنسان لما يبقى عيان، ممكن تعمل كمان حاجات للإنسان وهو مش عيان، ما قبل المرض، مش بس ما قبل المرض، في الحياه العاديه. تمام. احنا بنسافر بالطياره، لولا تطبيقات الهندسه الطبيه جوه الطياره والقواعد والنظم اللي اتحطت ما كانش هيبقى في ضغط جو مناسب ولا درجه حراره مناسبه. الطياره دي بتطير في ارتفاعات عاليه جدا، 30,000 قدم و40,000 قدم، درجه الحراره بتبقى بارده جدا والضغط الجوي مختلف خالص. تطبيق الهندسه جوه الفكره ووجهه النظر دي بتصنف على طول فورا على انها هندسه طبيه. طب لو جينا اتكلمنا عن دور الهندسه الطبيه، الان العالم كله بيواجه بجائحه كورونا او نازله كورونا اللي اثرت على الاقتصاد وعلى البشريه بشكل كبير. في هذا المجال الذي يمس جميع مناحي حياتنا، كيف يتعامل مع جائحه كورونا، او الفكر المبتكر لمهندس خالد ثابت في هذا الجانب؟ هو يعني أشكرك على حسن ظنك، بس هو مش فكر مبتكر قد ما هي يعني القواعد اللي احنا هنبتدي نفكر بيها علشان نتعامل مع المشكلة. خلينا نحط شوية قواعد أساسية في الأول.
ان احنا قبل ما نتعامل مع اي مشكله لازم نبقى عارفينها، لازم نحددها نشوفها، وعشان نحددها لازم يبقى عندنا وسائل نعمل بيها رصد وقياس. بالظبط. ده هيتعمل في موضوع زي موضوع الكورونا. النهارده فيروس الكورونا ده هو ليه مواصفات وليه مجال لنشاطه، بينشط باشكال مختلفه. مشكلتنا معاه ايه؟ مشكلتنا ان احنا مش عايزين نعيا، مش عايزين يصيبنا بمرض. دي مشكلتنا، ما عندناش مشكله تاني. يعني هو لو عايش في حاله هو هينضم لبقيه الحاجات اللي عايشه وخلاص، ما حدش عنده مشكله معاه. طيب علشان نعمل ده هنحتاج نعمل حاجتين على المدى الطويل. الناس محتاجه تكافحوا كفيروس وتعالج العيانين اللي هيطلعوا وناخد فاكسين. وعلى مدى تاني، مدى عاجل بقى وقصير وسريع، محتاجين نعمل حمايه للاجواء اللي احنا عايشين فيها، لانه الفيروس ده عايش في الهواء. بالظبط. وبالتالي احنا محتاجين نعمل نوع معالجه من المعالجه للهواء، سواء كنا بنتكلم على الهواء اللي موجود في مستشفى، او الهواء اللي موجود في اماكن عامه، او الهواء اللي موجود في البيت، او الهواء اللي موجود في اي حته، كل مكان. هنا هندخل بقى في نوع من طريقه التفكير المختلفه. لما بنيجي نتكلم مثلا على ان احنا بنتكلم في الكورونا والهواء، بنتكلم على النظم المعتاده في التكييف والتبريد، هنلاقي لها نظام شغال، هواء بيدخل بيحصل له نوع من التنقيه المبدئيه، وبعدين بيتبرد او بيتسخن عشان يبقى مناسب ومريح للناس. هتفضل عندنا مشكله ان الهواء ده لو حصل له تلوث بالفيروس محتاج يتعمل له تنقيه. هنعمل ده ازاي؟ ده سؤال مهم جدا. في ادوات كتيره جدا مطروحه، ما فيش يعني اختراعات، في حاجات كتيره، اختيارات كتيره ممكن تستخدم، في منها حاجات مناسبه وفي حاجات مش مناسبه. من اسهل الحاجات المناسبه واللي بتتعمل المفروض تبقى موجوده في نظم التكييف والتبريد خصوصا في المستشفيات، ان الهواء اللي موجود جوه المكان المغلق ده يتعمل له بسرعه نوع من الدايلوشن، اللي هو يعني ايه، بنقلل التركيز، بنقلل تركيزه. كميه هواء كبيره، لو الاوضه دي بتاخد مثلا 10 متر مكعب هواء يدخل فيها 30، فمجرد دخول ال 30 دول تركيز الفيروس مبدئيا هيقل، وبالتالي قدرته على الاصابه هتضعف. ده مش معناه ان احنا بنقضي عليه، معناه ان احنا بناخد اجراء عاجل علشان ما نعياش. في حاجات تانيه بتستخدم على فكره الناس، زي مثلا الاوزون، زي الاجهزه اللي بتعمل الاوزون مثلا على سبيل المثال. بس هي الاجهزه دي فيها مشكله انها بتعمل تقيين للهواء، وده بيضر اثر عين يعني خصوصا لما بيكون بنتكلم على مستشفى وعيانين وحاجات زي كده. لو جينا قلنا مثلا ان مجال الهندسه الطبيه يعني مجال واسع ورحب زي ما حضرتك قلت، ولما قلنا مثلا يعني من خلال قراءاتي مثلا لقيت ان تم التعامل مع فيروس كورونا بالتعامل مع الروبوتات مثلا، فمثلا الروبوت يتحرك يكون يقيس درجات الحراره، يعمل عمليه التنظيف، يقلل من نسبه العدوى. ممكن في بناء مستشفى متكامل يكون في نوع من او الادوات اللي تكون فيها داخله فيها الهندسه الطبيه بشكل كبير تقلل من نسبه العدوى مثلا. لكن من خلال حديثي مع حضرتك وصلنا لفكره ان حضرتك قدمت من 2014 فكره مشروع مستشفى، والمشروع ده كان يعتبر انا اراه هو مهم جدا في الوقت ده، ويعني ولازم كلنا ننتبه له. اتمنى حضرتك تتكلم عنه للجمهور والناشد وزاره الصحه انها لازم تهتم بهذا المشروع. اتمنى حضرتك. هو طبعا يسعدني ان انا اتكلم عنه، بس قبل ما اتكلم عنه خليني اقول لحضرتك في عجاله كده، احنا لما بنقول مستشفى بنقصد ايه؟ احنا لما بنقول مستشفى بنقصد وسيط الناس هتخش فيه وهي عيانه، والمفروض انها تخرج من الناحيه الثانيه خفت. الوسيط ده خلينا نعتبره زي مثلا ما يكون مكنه ولا جهاز، ما نبصلوش على انه مبنى، لانه الحقيقه الموضوع اعقد من كده. مشكلته انه مليان تناقضات كتير، مليان حاجات كده بتخبط في بعض جوه. واحده من الحاجات دي انه في عيانين، العيانين دول ممكن يعدوا بعض، والعيانين دول ليهم امراض مختلفه. مش بس يعدوا بعض، والاستاف اللي بيعالجهم، الاطباء والتمريض والمساعدين بتوعهم والاستاف الاداري، الناس دي ممكن تتعدي، وبالتالي ممكن تكون مصدر المستشفى بدل ما تعالج الناس تكون مصدر لنشر العدوى. الناس دي هتروح بيوتهم وهم عيانين فهيعدوا اهاليهم الى اخره. ده واحده من التناقضات. واحده تانية من التناقضات ان المرضى دول بيبقوا في حاله صحيه وفي حاله نفسيه
غير طبيعيه بالزبط. ولازم نكون عارفين ده. الفكره مش فكره ان احنا نعملهم كويس ولا نطبطب عليهم ولا بتاع، طبعا ده لازم يحصل، بس هي مع ده لازم يكون الوسيط ده مؤهل للتعامل مع البني ادم في ظل الظرف الحرج اللي هو بيمر بيه ده. بالظبط. ساعات المستشفيات بتبقى فيها مشاكل نتيجه الضغط، عدد الناس كبير. المستشفيات في الاخر هي تجمعات بشريه، مجتمعات وليها حد سقف في الامكانيات. اي مستشفى في اي حته في العالم، مش في مصر ولا في اي مكان، ليها سقف في الامكانيات، يعني عند مستوى معين بعد كده لو زادت الاحمال عليها هتتجاوز القدره بتاعتها على التحمل. في دراسات كتيره جدا اتعملت في العالم وعملوا تصنيفات لطرق العلاج طبيا بقى، مالناش دعوه بالهندسه، وصنفوا انواع العلاجات. من اشهر الحاجات اللي موجوده في الدنيا ان النهارده الناس القائمين على الصحة بيقولوا انه في رعاية صحية اولية بيسموها البرايمري هيلث كير، وفي سكندري هيلث كير، وفي كمان مرحلة ثالثة بعدهم. كل واحدة فيهم بتتعامل مع مستوى معين من الاصابات والامراض. في نوع بيتعامل كمان مع في الموضوع البرايمري دي مع الاجراء الوقائي اللي بيتعمل مع الناس علشان ما تعياش. لما جم قسموا الحاجات دي قسموا لها معاها انواع من المستشفيات، لانه اقتصاديا وتشغيليا كل ما المستشفى مهمها كترت كل ما تعقيداتها كترت بالظبط، وكل ما مشاكلها كترت، وكل ما بقى فيه صعوبات في انك تجهزي معدات وتجهزي اماكن وتجهزي ظروف بيئيه داخليه تخلي الموضوع امن وفعال. تمام. خلي بال سيادتك كمان من حاجه مهمه قوي، انه احنا طول الوقت في المستشفى عايشين بين قوسين، القوس الاولاني الامان، والقوس الثاني الفعاليه الكفاءه. طول الوقت يعني الناس بتيجي مثلا بحكم ان احنا بنحكي في الهندسه الطبيه بتتكلم على جهاز الاشعه او جهاز السونار. لو حضرتك زودت الطاقه بتاعه السونار اللي طالعه ممكن تصوري حاجات اكتر بكتير قوي من اللي بيشوفوها، بس عند مرحله معينه ما يقدروش يزودوا لانه ده هيبقى مضر باللي هيتصور العيان ومضر باللي هيشغل الجهاز. بالظبط. فاحنا طول الوقت عايشين في القوسين دول. كانت فكره المستشفى اللي انا عملتها انها تقسم، تمشي على التقسيم اللي ماشيين عليه ده، هو البرايمري والسكندري والمرحله الثالثه، وتعمل مستشفى اصغر حجما بتادي دور وليكن خلينا نتكلم في الرعايه الصحيه الاوليه اللي هي البرايمري، بتادي الدور بتاع البرايمري بمستشفى بتتصنع بره موقع التشغيل في مصنع وتكتمل نهائيا بكل الاكواد السليمه بتاعتها بالمنظومات اللي هتتحط فيها باجهزتها بالفرش بكله، ولما يحتاجوها تتنقل وتتركب على بعض وتشتغل. والفكره دي اللي هي بيسموها ايه، الفكره الموديولر، دي فكره موجوده في العالم يعني ما هياش اختراع برضو. خليني اقول لحضرتك انه ده الجزء، جزء من الاجزاء اللي في الهندسه اللي احنا بنحكي فيه اسمه التصميم مش الاختراع. مفيش اختراع في الموضوع، هو في تصميم. احنا بنستخدم مكونات موجوده في الدنيا بنعيد استخدامها او بنركبها مع بعض، بنعمل نوع من العلاقات المختلفه علشان تدينا وظائف فعاله اكتر. يعني مستشفى بالشكل ده في الوقت الراهن اللي احنا فيه، طبعا مستشفيات مكتظه بالمرضى ونتيجه الكورونا والحالات الكتيره، فلما يكون في اهتمام من مثلا من الجهه المعنيه بهذا الامر في ان هي تتولى مشروع زي كده، مشروع زي ده ممكن او يوفر لنا وقت، ممكن يوفر جهد ويوفر مواد بناء ويوفر مصاريف كتيره جدا ممكن تتصرف، ومحتاجين في الوقت ده بخاصه الوقت، يعني احنا صحيح. محتاجينه فكره الوقت. يعني حضرتك لما يعني بنوجه فكره مثلا المستشفى زي كده هيبقى ممكن فيه وحده عنايه مركزه، رعايه مركزه طبعا، حاجه زي كده ممكن احنا وحدات الرعايه المركزه في الظروف اللي احنا فيها دي بتبقى ممكن تكون بتبقى شبه حلم دلوقتي عشان تلاقي حاجه زي كده متوفره وبشكل اللي احنا محتاجينه. فاعتقد ان موضوع المستشفى ده موضوع مهم جدا جدا، والمشروع ده يعني اتمنى ان وزاره الصحه تهتم بالفكره دي، وحضرتك يعني تسعى جاهدا ان الموضوع ده يكون فعلا يتحرك فعلا بشكل ايجابي على ارض الواقع، لان فعلا احنا محتاجين. يعني حضرتك لما كنا بنتكلم عن الموضوع ده قلت لي ان احنا ممكن النهارده في المكان ده بكره نبقى في مكان تاني. صحيح. مش هنلزم حد مثلا هناخد قطعه الارض دي فور ايفر، يعني ممكن تتاجر لمده. صحيح. احنا عندنا ظرف طارئ زي الكورونا مثلا، ومحتاجين نخلق مجتمع فيه عزل
تتنقل المستشفى وتتحط وتأدي مهمتها. في النهاية كل حاجة ليها بداية ليها نهاية، كورونا هيجي عليها وقت وتخلص، لكن المعدات لما تخلص والأجهزة دي هنرجع نستخدم المستشفى في مكان تاني، ونقلها سهل وتركيبها سهل وفكها سهل. بالظبط. الحاجة بقى التانية اللي عايزين نتكلم فيها، في تخصص الهندسة الطبية كتير جدا دخلوا في فكرة يعني مثلا بناء مستشفى بهذا الشكل. طبعا بيخش فيه اكتر من تخصص، كما زي ما حضرتك اتكلمت معايا في الموضوع ده، انه بيخش فيه اكتر من تخصص، بدايه من الهندسه الميكانيكيه كهربائيه بناء نفسه. صحيح. تمام. لكن المشرف الاساسي على هذا الموضوع هو المهندس الطبي المسؤول على انه يعمل التوازن في هذا البناء. في الوقت الراهن بنلاقي المشاريع دي مثلا ممكن اي حد اي مجال هندسه يشتغل فيها. حضرتك اللي شفته او لاحظته في الوضع الراهن في المستشفيات اللي بتتعامل على انها مشروع استثماري بعيدا عن التخصص العلمي. بص خليني اقول لحضرتك على حاجه، هو موضوع المستشفى زي ما احنا اتفقنا قبل كده هو موضوع معقد، ما هوش موضوع بسيط. هو تكوين معقد. اوكي. والمستشفيات في الدنيا ليها تاريخ، ليها تاريخ طويل جدا، ومرت بمراحل كتيره في تطورها. مؤخرا في الفتره المعاصره، يعني انا مش عايز اعد سنين عشان ما اعدش غلط، المستشفى خدت شكل معين وابتدى الكيرف بتاعها يتصاعد في انه يبقى احسن. ابتدينا نوصل لمرحله التطوير شكل المستشفى وادائها، وده تسبب في ان احنا ابتدينا نحتاج تخصصات كتيره تشتغل في المستشفى. ما بقاش ممكن عشان نبني مستشفى النهارده ان احنا نلجا لمثلا مهندس معماري نقول له اعمل لنا مستشفى والموضوع يخلص كده. لا، هيحتاج معاه لفريق عمل. فريق عمل ده ممكن لازم يكون فيه بالضروره مثلا مهندسين ميكانيكا ومهندسين كهرباء ومهندسين هندسه طبيه ومهندسين مدني، واحيانا المواضيع بتدخل اكتر من كده لما تكون المستشفى كمان انا اعتقد في الاجيال القادمه اللي هي ممكن تكون مش ممكن هي ابتدت بالفعل، هنحتاج كمان ندخل معاها المهندسين بتوع الانفورميشن. التركيبه دي محتاجه، او وجود المهندس مهندس الهندسه الطبيه في وسطها مهم، مش علشان يقود، لا، علشان يوضح أو يكشف المزيد من المنطقة اللي بتنقل الهندسة للطب وبتنقل الطب للهندسة. المنطقة دي زي ما قلت لسيادتك محتاجة، وإحنا بنشتغل قبل ما نبتدي نحط أي ورقة أو قلم ونرسم أي حاجة ولا نصمم أي حاجة، محتاجين لمجموعة من القياسات والأبحاث والشغل. محتاجين تحديد للمشاكل اللي عندنا اللي المفروض احنا هنبني مستشفى علشان نحلها. على فكره من ضمن الحاجات المهمه جدا في المستشفيات ان المستشفى قبل ما بتتبني وهي فكره كده بنبقى بنسال السؤال، كل الناس بتعمل كده النهارده، المستشفى دي احنا عايزينها في ايه؟ هتشتغل في ايه؟ هتبقى مستشفى عام ولا هتبقى مستشفى متخصصه؟ هتبقى موجوده في منطقه نائيه ولا هتبقى في منطقه سكانيه مزدحمه؟ هتبقى مستشفى تعليمي ولا هتبقى مستشفى عسكري ولا هتبقى مستشفى رياضي ولا هتبقى؟ الاسئله دي كلها هيشارك في اجابتها قطعا الناس القائمين على الرعايه الصحيه. طيب. الاطباء اساسا. تمام. طيب. معاهم هيبقى المهندسين بتوع الهندسه الطبيه، لان هم اللي عندهم الخلفيه العلميه والخبره المرتبطه بنقل الطلبات دي من شكلها الطبي لشكلها الثاني اللي هنترجمه بيها الهندسه علشان تقدر تتوجد في الدنيا. لازم يكون في الوسيط ده اللي يوجه الدنيا هتروح. لكن في الوضع الحالي معذره، في الوضع الراهن، المستشفيات الاستثماريه مثلا او اي مستشفى او اي حتى مركز بيبتدي يتجه يفكر انه عشان استرخاص المعذره يعني في الجمله احطها بين قوسين، انه بيسترخص، ممكن يقول لك اي مهندس هيجي يعمل الموضوع بتاع تكييف مثلا، هيجي يخلص موضوع تكييفات المستشفى، وممكن نخش في كارثه. لان اساسا كما حضرتك قلت ان ما فيش الاتجاه العلمي. يعني حضرتك ممكن تكون شفت مثلا موقف شبيه بهذا نتيجه الاستهتار في التعامل مع هذا الجانب بعدم تخصص وبعدم اهتمام. الهندسه طبية من وجهة نظر حضرتك في حياتنا في كل نواحي حياتنا ممكن نوصل للناس نقول لهم ايه؟
اولا انا عايز احقب في عجاله على الملحوظه برضو، وخليني اقول لحضرتك ان هي ملحوظه مهمه جدا بتاعه ان احنا نعمل المستشفى باقل تكلفه ممكنه علشان نكسب. الحقيقه الاتجاه ده هو طبعا موجود، بس انا عايز اقول لسيادتك ان هو بينقرض بينتهي شويه. طبعا بينتهي، لانه احنا طول الوقت حياتنا محكومه باحتياجاتنا ومحكومه كمان بثقافتنا ودرجه الوعي اللي موجوده. النهارده اقتصاديا المستشفى ما تقدرش تكسب لو اتعملت غلط على فكره. بالزبط. حتى لو حضرتك حد عملها وحاول يجيب، ممكن ناس بتوصل انها تروح تجيب الشركه مباشره من غير حتى مصمم، يعني ايا كان نوعه. في الاخر بيطلع عنده منظومه مش قادره تكسب، لانها بتكلفه في تشغيلها عشان تشتغل بالطريقه السليمه بتكلفه تكاليف اكتر بكتير مما ينبغي. فبتخليه يخسر. فهو لو هيشتغل استثماريا بشكل سليم عليه انه يشتغل علميا بشكل سليم. بالظبط. والا هيفقد الكنترول. الدنيا النهارده بقت معقده جدا. والتناول الهندسي لاي مشروع ايا كان نوعه حتى بعيدا عن الطب بقى محتاج يتم تناوله بشكل علمي ومنظم ودقيق علشان الدنيا ما تهربش، علشان الموضوع ما يفرطش منهم ما يضيعش منهم. طبعا الوقت بيسرقنا، لكن عايزه حضرتك في عجاله توجه رسالتين. رساله للمهندسين في المجال الطبي، رساله للمجتمع في ظل الظروف، لان في ثقافه بتاثر على الناس في التعامل مع هذه التخصصات. رسالة للمهندسين في الهندسة الطبية، هقول لهم انه احنا بنشتغل في فيلد قديم جدا، وعليك انك تصدق انه ده فيلد قديم جدا مش فيلد جديد، وهو التطور الطبيعي للفكر الهندسي اللي بيروح ناحية مفاهيم الارجونوميك والمفاهيم الحيوية والمفاهيم البيئية. الهندسة الطبية أكتر ما هي تخصص هي وجهة نظر وطريقة تفكير، خليني أقول مثلا فلسفة. خليني أقول فلسفة يعني. بالظبط. للناس بقى الهندسة مش حاجة مقلقة، ولا الهندسة الطبية حاجة مقلقة، ولا الهندسة حاجة صعبة أصلا. الموضوع كله مرتبط بتفكير منطقي وبصبر ومحاولة طول الوقت لأن الواحد يوسع أفقه ويتفرج وما يستعجلش في انه ياخد اجراء. اشكر حضرتك جدا. الوقت للاسف يعني خلاص، لكن الحلقات دي المفروض احنا نكملها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا فندم. واشكر حضرتك جدا مهندس خالد ثابت، واشكركم جدا، وان شاء الله نلقاكم الاسبوع القادم في حلقه جديده من مساء الخير يا مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.